دكتور احرجني، بس الحمد لله يعني انا كثير مبسوط ان قدرت نعمل شيء يعني الحمد لله، واللي خلانا نعمل المحاضره هاي لاني بنتي عندها ما شاء الله عليها وهي صغيره كانت كثير شاطره من الاوائل، طول عمرها من الاوائل، وبعدين درست في الجامعة وأخذت بكالوريوس واشتغلت معلمة حوالي 10 سنين. كان في عندها حب كتير لتربية الطفل، يعني كانت بتربي في المدرسة بتعلم أولاد صغار، وتطور معها الوضع إن هي تركت المدرسة وصارت تشتغل حرة. بقى كتير عندها مؤلفات وقصص على تربية الطفل. بنت اسمها رشا. في البداية أنا يعني أنا بهرج شوية عشان مش متنشية جدا، أحب أعرف أساميكم يعني عشان أنا ما بعرفش، يعني بحب ألاقي الناس بأساميها. نرجس. نرجس. أسماء. أنوار. أزهار. أزهار. ذكرى. ذكرى. بكرة؟ ذكرى. ذكرى. نرجس، أزهار، أنوار. أنا أزهار. نرجس، أسماء، أنوار، أزهار، ذكرى. تماضر. يعني إيه؟ يعني طيبة، بمعنى طيبة، البيضاء طيبة هيك. فاطمة. منال. عايدة. رحف. فتوى. انت اسمك ايه؟ انتوا الاثنين. علي. علي. محمد. وانت اسمك ايه؟ شو اسمك؟ ملك. يعني بعد ما بابا اكيد قدمني انا كنت بشتغل مدرسة في رياض اطفال بقالي 10 سنين، وبعدين لما خرجت التدريس ابتديت اشتغل على مواد تعليميه، يعني بعمل لهم كروت كده عشان يتعلموا الحروف والارقام والالوان. وبعدين درست حاجه اسمها تربيه ايجابيه. حد سمع عن التربيه الايجابيه؟ التربيه الايجابيه هي جمعيه امريكيه ابتدت تطلع يعني علشان التربية الجيل ده بقى صعب، ما بقاش زي الأول. كان زمان أجيالنا إحنا صغيرين نقف قدام أمهاتنا وبهاتنا وبيتنا ما بنقدرش إن إحنا نتكلم قدامهم، لكن هلأ الجيل زي جيل ولادنا يعني بيردوا علينا بيتكلموا معانا، فقابلنا شوية تحديات. فالجمعية الأمريكية دي اتأسست على نظريات واحد اسمه ألفريد أدلر، ابتدى يفهمنا عن سلوك الطفل، ليه الطفل بيتصرف بالشكل ده، وازاي التحديات اللي احنا بنقابلها كل تحدي قسمه وفهمنا ازاي نتعامل مع كل تحدي منهم. في البداية يعني بحب يعني قبل ما نتكلم بحب دايما احط دايما قدام عيني ايه الهدف بتاعي من التربية لابني، انا عايزة اوصل لايه، ايه المهارات الحياتية اللي انا عايزة اعلمها لابني. انتوا قولوا لي ايه اللي عايزين تزرعوه في ولادكم؟ المحبة. المحبة. تعليم من الصغر. حب التعليم يعني؟ نعم. وايه كمان؟ التعاون. وايه كمان؟ الاحترام. الإيجابية. يكون إيجابية. الإيجابية. احترام الآخرين. الاحترام. قدوة الحسنة للأطفال. يكون قدوة يعني؟ قدوة. ايه كمان؟ العمل الصالح. العمل الصالح؟ تيجي تاخذ حب الدين والالتزام فيه صح؟ الالتزام.
ايه كمان في ايه حاجات كمان عايزين تزرعوها في الولاد؟ الاخلاق، التسامح، الاخلاق. في حاجة ما سمعتهاش؟ الثقة بالنفس. الثقة. ايه كمان؟ تعاون. كتبنا التعاون. طيب لو افتكرنا حاجة كمان هنكتبها. ايه التحديات اللي بتقابلنا مع اولادنا؟ يعني ليه احنا ايه اكتر حاجة بتتعبك مع اولادك في البيت؟ افكارهم تختلف عن افكارهم. اختلاف وعايده قله النت. وايه كمان؟ عدم اللامبالاة. غيرك كمان، غير من بعض. العند، اللامبالاة. الغيرة. ما في صبر. ما في عدم الصبر يعني. ما في صبر. وإيه كمان؟ إهمال الوقت. إهمال. الإهمال بشكل عام. إهمال الكل. وإيه كمان؟ حاجة كمان مضايقة. في كمان في إيه؟ في عند أطفال. لا، العنف بين الأطفال. في عنف بين الأطفال. وإيه كمان؟ التنمر كمان. التنمر. وإيه كمان؟ طيب يعني لما أنا عايزاكم تبصوا على القائمتين، تحديات وقصادها المهارات. يعني لما تشوفوا الاثنين كده قصاد بعض تحسوا بإيه؟ متناقضين. وايه كمان؟ عادات وسلوكيات مختلفة. سلوك مختلف. السلوك مختلف عن المهارات يعني؟ في تناقض ما بينهم هما الاثنين. في تناقض. في التربية الإيجابية اتعلمنا إنه التحديات اللي إحنا بنعدي فيها مع أولادنا، الأخطاء دي هي اللي بتورينا أنا عايزة أوصل لفين، إزاي أستغل التحديات اللي أنا بشوفها مع أولادي علشان أوصل للأهداف دي. دايماً الخطأ بنبص عليه أو سلوك الطفل الخاطئ بنبص عليه على إنه فرصة إن هو يتعلم مهارة من المهارات دي. لو أخذنا مثلا تحديات اختلاف الأفكار هنلاقيه إحنا عايزين نعلمه مهارة زي الاحترام. لو لقينا مثلا العند مثلا قصادها عايز يتعلم الالتزام، أو الإهمال عايز يتعلم قصادها الالتزام، العنف عايز يتعلم قصادها التسامح. فأنا أي تحدي بقابله مع ولادي في البيت هو بس رسالة ليا بيوضح لي أنا عايزة أشتغل مع ابني على إيه. فالفكرة كلها فأنا هشتغل إزاي. أنا كأم أدلر، ألفريد أدلر ده دكتور نفسي كان بيشتغل مع سيجمند فرويد وانفصل عنه بعدين، بيقول لنا إن إحنا كأمهات بطريقة التعامل بتاعتنا مع ولادنا أنا ممكن أشجع الطفل لما ألاقي السلوك الخاطئ ده، يا إما بشجعه إنه هو يحسن من نفسه ويبقى أحسن ويتعلم من الخطأ بتاعه علشان ينمي المهارات دي، يا إما بأسلوبي أنا كأم هحبطه وأخليه يستمر في التحديات دي. زي إيه مثلا؟ فهو بيتكلم دايما، التربية الإيجابية بتتكلم عن نظرية الثواب والعقاب. إحنا تربينا على إني أنا ابني هيعمل حاجة صح
هديله حاجة حلوة، هقول له أنت كويس، عمل حاجة غلط هعاقبه. فالتربية كلها كانت مبنية على الأساس ده، الثواب والعقاب. جه ألفريد أدلر قال لأ، لأن إحنا لو فكرنا وإحنا صغيرين، مش عارفة عايزاكم كده دقيقتين تفكروا على موقف مثلا وإنتوا صغيرين اتعاقبتوا فيه. حد اتعاقب قبل كده؟ أكيد عقاب رباني. يعني لو حد حابب يقول مثلا عقاب أثر فيه أو فاكر حاجة اتعاقب عليها حاسس بيه، علاء لو افتكرت عقاب اتعاقبته قبل كده، يعني أنا أكيد عاقبته زمان. يعني ممكن تقولولنا ايه العقاب كان ايه وعملتي ايه؟ حد عايز يشارك يقول لنا؟ محدش اتعاقب اكيد اتعاقبت مسكين اكيد في حاجه علمت يعني انا اتعاقبت قبل كده. اتعاقبت بايه؟ ان انت حبستيني في الاوضه وقفلتي باب المفتاح. حبستك في الاوضه وقفلتي باب المفتاح؟ ليه كنت عامل ايه؟ مش فاكر. طب كنت حاسس بايه لما اتعاقبت؟ متعصب. كنت متعصب. كنت بتفكر في ايه؟ كنت بتفكر في ايه ساعتها؟ لا كنت متعصب يعني، وكنت متضايق قوي منك يعني. هل كنت بتفكر يا انا زعلت ماما، انا مش هعمل كده تاني؟ كنت بتفكر في كده؟ طب اخدت قرار انك ايه لما تطلع من الاوضه خلاص انا هسمع كلام ماما بعد كده ولا اعلن؟ هعمل ايه؟ هعلن. هعلن. فانا بطريقتي انا في الاسلوب بتاعي في التعامل مع الخطا اللي اخطاه انا وصلت للعند. هو في قائمه التحديات انا بشجعه ان هو يعمل حاجه هتفضل تضايقني انا عايزه اتخلص منها. فاسلوبي بيفرق جدا مع الطفل. انا هشجع المهارات اللي انا عايزه ازرعها فيه ولا السلبيات والتحديات اللي انا عايزاه يتعلم منها ويطورها في شخصيته. فمثلا ألفريد بيقول لنا ايه؟ ألفريد أدلر بيقول لنا انه سلوك الطفل عامل زي بيسميها نظرية الجبل الجليدي. عارفين الجبل الجليدي؟ يبقى فوق سطح المية في طالع جبل فوق سطح المية، بس من تحت الجبل أكبر بكتير. اللي احنا شايفينه فوق ده يدوبك السطح. هو بيقول لنا ان سلوك الطفل هو الجزء اللي طالع فوق البحر، لكن الحتة اللي تحت البحر دي هي الاعتقاد اللي عند الطفل اللي من ورا السلوك. دايما الطفل ورا السلوك بتاعه بيبقى فيه هدف، هو عايز يوصل لهدف معين من السلوك بتاعه. الأسلوب ضغط الأهل. سلوكه بيكون أسلوب ضغط على الأهل. بيكون أسلوب ضغط طبعا. عشان يستجيب ولا ليه بديه. احنا بنبقى فاكرين عشان نستجيب له، لكن هو في الاصل بيبقى فيه هدف. هدف الطفل اللي ورا السلوك حاجه من اتنين: الانتماء، الشعور بالانتماء للاهل، والشعور بالاهميه. يعني ايه؟ يعني ايه شعور بالانتماء؟ الطفل هو يعني وهو لسه اشهر او حتى سنه او سنتين لحد ما بيكبر خالص، وحتى احنا ككبار شعور بالانتماء شعور مهم جدا. ان انا عايزه احس انه ماما بتحبني، انا فرد من العيله دي. ماما قالت انه احنا لازم ننام الساعه 8، فانا هنام الساعه 8 علشان ماما تبقى مبسوطه، عشان احس ان انا بنتمي للعيله دي. او الشعور بالاهميه، انا فرد، انا ليا دور، انا ماما شايفاني، انا مهم. فالشعورين دول هما اللي بيشكلوا السلوك بتاعه. لكن احيانا الطفل بيقول عليهم ملاحظون جيدون ومفسرون خاطئون. الطفل بيشوف موقف، بيلاحظ كل حاجه بتحصل، بس بيفسرها بشكل مختلف حسب المنطق الصغير بتاعه. زي ايه؟ مثلا ام جابت بيبي جديد، فالطفل ابنها
صغير شاف بيبي مولود جديد ملاحظ كل حاجة. ماما بتغير للبيبي الجديد، ماما طول النهار شايلة البيبي الجديد، ماما طول الوقت بتغنيله بتأكله، فبيلاحظ الحاجات دي بيبتدي يفسرها تفسير خاطئ جواه بإن هو إيه؟ مهمل، بإنه ماما بتحب ماما بتحب البيبي الجديد ده، بتحبه علشان إيه؟ علشان بيعمل على روحه وعلشان بيعيط كتير، فبيبتدي ياخد قرار هو كمان بناء على منطق خاص بيه انه انا كمان لما اعيط كتير ولما ازحف زي اخويا ولما اعمل على روحي هحس بالانتماء، عشان زي اخويا هتهتم بي هتشوفني هحس بالانتماء والاهمية فهتشوفني، فيبتدي يعمل ياخد القرار ده عن نفسه ويبتدي يتكون المنطق الخاص بيه بان انا لما اعمل على روحي ماما هتحبني، ده المنطق بتاعه. فهم ملاحظون جيدون ولكن مفسرون خاطئون. فانا لما بلاقي السلوك بتاع ابني من بره سلوك خاطئ، عمل على روحه وعم بيعمل زي البيبي، بقعد اوبخه واقول له ازاي تعمل كده وانت ولد كبير وانت مش بيبي وانت عامل زي اخوك وانت كبرت خلاص. فانا بضغط على الحته اللي عنده اللي بيتحرك منها اللي هي شعوره بالانتماء، مش بحسسه بالانتماء، برجع برضو ايه بزقه وبضغط عليه وبقول له لا وانت كبير وانت ازاي تعمل وبوبخه، فما بيحسش بالانتماء فبيستمر السلوك معاه لانه برضو عايز يحس بالانتماء، فبيكرر نفس اللي بيعمله مهما قلتي يفضل يكرر نفس الحاجه. علشان كده هو بيقول لي مقولة بالانجلش ألفريد أدلر بيقول a misbehaving child، يعني الطفل اللي بيسلك سلوك خاطئ is a discouraged child، يعني هو طفل حاسس بالإحباط، طفل لا يشعر بالانتماء والأهمية. وإحنا كسلوكي أنا كأم لما بشوف السلوك الخاطئ ده بشوفه كرسالة إنه ابني قد يكون مفسر مواضيع غلط محتاجة أتكلم معاه. عشان كده التواصل مع الأطفال حتى لو سنه صغير سنتين أحيانا كتير ما نتواصلش معاه نقول هو مش فاهمني ما بتكلمش معاه، لكن التواصل إن أنا دايما أوصل له الفكرة الصح، لما أشوف سلوك خاطئ أبتدي أفهمه أنت عارف ماما بتقعد مع البيبي ده ليه؟ لأن البيبي ده مثلا ما بيعرفش يروح الحمام لوحده وما بيعرفش ياكل لوحده فمحتاج مساعدة، عشان كده ماما بتساعده، لكن انت اكبر شويه بتعرف تاكل نفسك بتعرف تدخل الحمام، لكن في حاجات بتعرف تعملها البيبي ما بيعرفش يعملها زي انه يلون زي انه يلعب بالكوره. فاحنا ممكن نعمل حاجات مع بعض احنا كأم وكابن مع بعض هو الطفل ما يقدرش يعملها، فببتدي اوجهه واشرح له علشان التفسير الخاطئ اللي عنده ده يتغير ويتغير مفهومه، وابتدي اديله الاهتمام اللي هو عايزه والشعور بالانتماء بطريقه ايجابيه علشان ما ياخدهاش بالطريقه السلبيه اللي كان بياخدها. فمن هنا جت فكره ان احنا دايما لما اشوف السلوك الخاطئ عند الطفل ادور دايما على الاعتقاد اللي ورا السلوك، ودايما دايما في التربيه الايجابيه بنبص على الخطا على انه فرصه للتعلم. زي مثلا احنا كتير مثلا بنضايق من ولادنا لما بيروحوا المدرسه ما بيهتموش بالمذاكره، دايما ماسكين التليفون، بياخدوا قرارات غلط كتير في حياتهم واحنا شايفين الصح، بس الفكره ان احنا مش مستوعبين ان الطفل بيتعلم بالتجربه. زي بالظبط لما كان بيبي ولسه بيبتدي يمشي على رجليه، انا كأم لما ابني بشوفه ماشي على رجليه لاول مره بياخد اول خطوه انا عارفه انه هيقع، عارفه انه هيغلط ويقع، فببقى متسامحه معاه بشجعه تاني قوم تاني حاول تاني، عمري ما بوبخ ابني واقول له انت ازاي وقعت طب اسند على رجلك الاثنين وانت هتعرف تمشي، ما بيستوعبش، لازم يجرب بنفسه مره والثانيه والثالثه لحد ما يستوعب ازاي يوزن على رجله الاثنين، وبيفضل مكمل بنفس الفكر ده في حياته. كل الحاجات دي بان هو بشعوره بالغيره، مشاعره ناحيه اخواته الجداد، مشاعره ناحيه صحابه، لو انا اخذتها بالفكر ده لما اشوفه بيغلط، اولوياته في الحياه ناحيه مذاكرته، العمل الصالح زي ما كانت عايده بتقول، لو انا عايزاه ياخد قرارات صح في حياته، ان انا اشوف انه دايما
لما هو بيتصرف وبياخد قرار حتى لو انا من وجهة نظري غلط، اوكي خد قرار غلط في حياتك وانا موجودة علشان اخد بايدك وتتعلم من الخطأ اللي انت عملته ده قدامي في حياتك. لكن طول ما انا كأم يعني مش سايباله فرصة يتحرك وعايزاه يمشي على الصراط المستقيم زي ما انا عايزة، مش هتوصل له الفكرة، لان الطفل بطبيعته لازم هو اللي يجرب بنفسه علشان يتعلم. وفي الاخر بيقول انه الاطفال عامة كائنات اجتماعية، بياخد دايما قرارات عن نفسه وعن الحياة من العالم حواليه، من احتكاكه بالناس. واهم طبعا الناس في حياة الطفل هم الاب والام. فلو انت كأم بتقولي للطفل انت شاطر، انت صالح، انت كويس، انت بتسمع، انت يعني بتعرف تاخد قرارات صح، انت هتتعلم من خطأك، بيبتدي يكون قرار عن نفسه ان هو شخص قادر، انا بعرف اتصرف، انا قادر اعمل الحاجة الفلانية، انا هتعلم من غلطي حتى لو غلط، وابتدي ياخد قرارات عن اللي حواليه انه الناس اللي حواليا دول بيساعدوني بيسندوني، وابتدي ياخد قرارات عن العالم انه العالم ده عالم امن. لكن لما ببقى انا بتعامل مع ابني على اني بقعد اقول له ازاي تغلط وانت وحش واحبسه في الأوضة، يبتدي ياخد قرار عن نفسه ان انا شخص سيء وانه اللي حواليا دول بيأذوني وانه العالم عالم مخيف مش عالم آمن، وان انا دايما هعافر علشان احس بالانتماء والاهمية دول، هفضل اعافر في حياتي عشان احس بيهم. والاهم من كل اللي فات ده كله الشعور بالحب، ان هو يوصل للطفل الشعور بالحب والتقبل باخطائه وبشخصيته زي ما هو. احيانا كتير بنبص للاطفال ببقى عايزاه يطلع منظم زيي، عايزاه يطلع مهتم بمذاكرة معانا وتهتم وليك دور في البيت وتساعد ماما في البيت، لا مش هحسسك بالاهميه، هيبقى مالكش دور هتتعاطف. لا هو حاسس بالانتماء والاهميه وحاسس بالحب منك مهما عمل، انا موجوده وحبي موجود، مهما اخطا الخطا ده هنتعلم منه بس الحب موجود. بس دي يعني المقدمه الاساسيه بتاعه التربيه الايجابيه. حد عنده اسئله؟ وبعدين ساكتين قوي مش متعوده على الجد ده. طب هو أضرار الاطفال بيحاولوا يعاندوا الام والاب، اشتكي له هذا الاشي خطا ايمن مارس التعامل، ابتدى يحاول يجرب انه تمام تيجي انت تحكي له يعني تفهمي، او انه ما امرار ما بروح او امرار بيجي من برا، انت بتحكي مثلا انه العالم البرا مش وحش وهيك، بس امرار لما يكون مثلا عندك انت تفهمي انه هذا الاشي يكون هون متعلم بالبيت اشي، مثلا يطلع المدرسه يتعلم اشي ثاني يعني تدرس من الاطفال يعني بطل شغلات مش كويسه. بس انا انت تعوديه على قواعد وإشي انه ما يكبش، انه مثلا ما يشيلش إشي هذا مش انه مثلا ما ياخذهاش، انه مثلا يلاقي إشي على الغايه يعطي لصاحبه. يعني انا بنتي مثلا كانت في المدرسه حكت لي ماما في بنت بتعطيله دينار، ما جاي صاحبته وما قلت لي معطيته لصاحبته، قلت لها لا ما بصير اني توزيها لانك انت شفتي من مين وبعد. يعني هي حطت فكره انها اذا لقيت إشي لازم تروح. هي اجت حكت لي ماما انا حكيت لها لازم ترجعيها لصاحبتي لانه حرام. يعني فاهمين شغلات لازم يروحوا على شيء مكان ثاني يفهموا شغلات ثانيه، هيك انا بدي اوصل. لان لما بتفهميهم صح معك حق، بتفهميهم انت في البيت حاجه غير لما بيتحط هو في الموقف بالتجربه حاجه ثانيه. فطول ما هو انا حلو اللي انت قلتيه ان هو جت حكت لي، فانا بتعامل مع الموقف ازاي؟ مسكتها وبختها ازاي فيها ولا فهمتها صح من الغلط؟ انا فهمت قلت لها يعني ماما صح انك شاطر، انت حكيت لصاحبتك انك حرام لازم ترجعيها بس هي ما ردت عليك. بس خلص هي مثلا حره ما حبت تروح، بس انت عمرك لا تلاقي شغله، واذا شفتي انه صاحبها ولا لقيت ترضيها مع السلامه. وده شيء طبيعي انها هتشوف يعني هتفضل في الحياه لما تكبر هتلاقي ناس بتاخد قرارات صح وقرارات غلط، وده هيعلمها تختار الشخص الصح، مين صاحب بنت صاحبه ومين لا. ابتدي من كلامك معاها تصحح لها المفاهيم عشان تفهم هي الصح من الغلط بعدين قدام، واحده واحده هتبتدي هي يتزرع عندها الميزان بتاع الصح والغلط، وهل الصديقه دي صديقه صح مبادئها زي المبادئ بتاعتي ولا لا، بس الموضوع عايز صبر وتجربه. تمام.
حد عنده اسئله تانية؟ عاده العند كمان مشكله العند انا دايما بشوفها، وحسب ما ألفريد بيقول ان احنا كاهالي مش يعني كتير بنشتكي من العند من ولادنا، بس الفكره بتبقى ان انا كأم مش مديه مساحه للطفل. انا في الحقيقه يعني ممكن حد يجي هنا مثلا معايا، حد يجي اجرب حاجه معايا. ما امي بتقول زعاني. مش هتيجي امبارح؟ لذيذ بقى حبيب قلبي. طيب انتي دلوقتي كانك طفل، هتحسي كانك طفل، اوكي؟ هعاملك اكنك طفل، ولو قلتلك انه انت كطفل القوة بتاعتك وانك تاخدي قرارات عن حياتك في الألم ده، تمام؟ هديكي مساحة انك تتصرفي وتاخدي قرارات زي ما انت عايزة. قوتك يعني في الألم. عايزاه؟ برضو بخرب الشعر. لا لا، القوة ده رمز ان هيبقى عندك حرية تتصرفي انت كطفل، تاخدي قرارات في حياتك، هتذاكري امتى، تقعدي امتى، هتنزلي هتصاحبي مين، مش هتصاحبي مين. انت ما عندكيش الحريه دي، الحريه دي في ايدي انا. انا اللي بقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه، بس قلت لك ان انا هديك الحريه دي وتصرفاتك يعني هتبقى في ايدك انت، قراراتك القوه دي هتبقى في ايدك. عايزاها ولا مش عايزاها؟ لا مش عايزاها. كطفل مش عايزاها؟ لا طبعا بكون بضيعها بس محروم منها. لا انا بتكلم انت مش ام، انت طفل. عايزاكي تفكري كانك طفل. قادره؟ لا لازم تفكري كانك يعني حسي كانك طفل مش ابنك. انت دلوقتي طفل، دلوقتي مش بتقلدي حد من ولادك. عايزه القوه دي ولا مش عايزاها؟ اكيد عايزاها؟ الاستقلال. عايزاها؟ بس لو غلطتي تعقبين. في عقاب. في عقاب. لو غلطتي اعاقبك؟ لا طبعا، انت مش قلتي واحد. لا ما انا بسالك لو غلطتي اعاقبك؟ لا طبعا. لا تعاقبيها. كطفل ما بتحبش يتعاقب. كطفل لا، وما بحبش يتعاقب. بيعمل لي كراسه. بس انا مش حاسه انك هتاخدي قرارات صح في حياتك. مش هديك الحريه دي. ولا قولي. انا واثقه فيكي بس مش واثقه في اصحابك. لا خليكي، عايزه اعرف انت كطفل كنت حاسه بايه وانا بعمل معاكي كده. يعني ايه احس مشعورك ايه؟ كطفل بدي اكون مبسوط اني انا اخذت القرارات وبدي اعمل قرارات، متخوف من المسؤوليه. خوف جدا حيكون من المسؤوليه. ليه خايفه من المسؤوليه؟ لانه كطفل اكيد المسؤوليه اكبر مني. في حساب لان في عقاب. طب وحسيتي بايه وانا باخد منك الالم ومش بديكي المساحه دي بسهوله؟ زي كانك نزعتي القوه تبعتي مروح. شعورك بقى كان ايه؟ يعني حاجه حلوه ولا لا؟ شعرت كطفل بالقهر. بالقهر. وايه افكارك كانت؟ يعني هل بعد ما طلعت روحك علشان اديكي المساحه دي، ايه القرار اللي هتاخديه لما تاخدي بقى المساحه دي؟ هتعملي ايه بالحريه بتاعتك؟ اكيد راح افكر جدا قبل ما اتخذ اي قرار في حياتي. هتفكري الاول كويس قوي. تمام، خلينا نجرب حاجة ثانية. صعب نرجع على ايه؟ صعب نرجع على لو أخدتوا بالكم هي شعورها بالقهر. طب بصي كده على اللوحة،
تحسي انت كطفل ايه وانا بعمل معاكي كده ومش مدياكي المساحه؟ ايه التحديات اللي فكرتي هتعمليها معايا كطفل وانا مش بحاول اديكي مساحه انك تتصرفي تتحركي؟ في تحديات من التحديات دي حاسه بيها؟ عند اختلاف الافكار ما بين الام وطفلها. عدم اللامبالاة عدم اللامبالاة اللامبالاة اللي هو خلاص يعني مش فارقة مش فارقة اعملي اللي تعمليه. في اطفال خاصة تعاقب ومفهوم اعملي اللي براسي هيك في اطفال بصيروا. طيب هنجرب تاني بقى هنجرب تاني دي حريتك وانتي الطفل. تعالي هون شوي 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 مش شايفاها بس انا حكيت حريتك. انا متاكده انك هتعرفي تتصرفي. انا عندي ثقه فيكي. لو اخطاتي مش مشكله هنتعلم من الخطا. انا موجوده لو احتجتي مساعده. حسب ايه بقى كطفل؟ أعطيتني ثقة بالنفس، كمان أعطيتني مسؤولية أنا راح أثابر عشان أكون قدها، كمان حسيت بالدعم إنك موجود معي وإن كنت ثقة بالأمان، بحس بدعمك بحضرتك. أنت كلها أفكار وشعورك إيه كمشاعر؟ اطمئنان محبة وراحة ومحبة وإنه خلص أنا في الوقت فيه معناها أنا راح اكون يعني راح ادفع نفسي عشان اكون قد تثبت انها جد المسؤوليه. تمام حلو. يعني قرارك عن نفسك ايه لما تاخدي المساحه دي؟ تاكيد الثقه بالنفس تثبت انها قد المسؤوليه. قوه الشخصيه تزيد، الثقه بالنفس تزيد. لو بصيتي على اللوحه دي ايه المهارات اللي ممكن تكوني حاسه انك عايزه تتعلميها او اتعلمتيها من الاسلوب ده من الام معاكي في التعامل؟ لقيت القدوه. قدوه. الثقه بالنفس، الاحترام والالتزام، كلهم تقريبا الاخلاق الايجابيه تقريبا الكل. تسامح، محبه، حب تعليم، لان انا لما تعطيني مساحه للخطا عايزه اتعلم. كله. وبالنسبه للتحديات في حاجه عايزه تروحينها او حاسه انك عايزه تعمليها معايا وانا بتعامل معاكي بالشكل ده؟ لا اكيد كلهم مش هيكون لهم داعي، لا العند ولا كله. راح اتقرب منك، راح ابعد عن الهوس بالتليفونات، راح اختلاف الافكار، لا حيكون في مناقشه وتقارب الافكار. شكرا. يعني حابة أسمع منكم يعني لما شفتوا النشاط ده كده، ده يعني زي رمز لعلاقتنا بولادنا. إحنا أحيانا كتير في معظم المحاضرات اللي بديها دايما بتبقى الشكوى الأولى هي العند، ودايما لاحظت إنه العند مشكلته عند الطفل هي عند الأم. أنا مش عم بدي مساحة لابني علشان يتصرف، فهو طبيعي الطفل هيبقى عايز ياخد المساحة دي وعايز ياخد القرار لحياته، يا إما هيعمل قراراته انه مثلا حتى لو كانت اتفه قرارات، انت مش سامحاه له ياخد حلويات غير لما يخلص طبقه. هيعمل من وراكي، خبي حلويات من وراكي. هو عايز مساحته، هو عايز القوه بتاعته في اتخاذ قراراته، فهياخدها هياخدها. يا هياخدها من وراكي بسبب اسلوبي انا في ان انا مش عايزه اديها له، هياخدها من ورايا، يا اما هديها له وهو وابقى جنبه. انا عايزه اسمع انتوا حاسين بايه؟ حد عايز يضيف حاجة؟ طيب حد عايز انه صح هذا اللي بصير معنا مع ابنائنا، اننا مش قادرين نعطيهم المساحة ولا الثقة بالنفس. عن جد هذا بصير.
طيب بس سؤال تفضل يا كلام انا الحاج مش حضرتك الحاج برضه ايوه حاج ابو علي الكلام اللي بتقوليها في اي سن في كل الاعمار لا لما يكون مثلا مراهق 3 سنين 4 سنين غير لما يكون 10 سنين وفاضل غير مراهق المساحه اللي بديها للطفل عنده 3 سنين بتبقى حسب قدرته وفهمه يعني ما بستمرش الموضوع ده من البدايه لغايه ما نصير طبعا يعني التربيه الايجابيه بيتحط فيها محاضرات بس يعني بنقول بقى بعد كده بنتكلم ازاي بوجه الطفل ازاي بعمل معاه اتفاقات وازاي بحط معاه قواعد معاه مش بحط له ازاي بحط معاه قواعد عشان احنا نمشي عليها احنا الاثنين ازاي بيحس بالاحترام المتبادل لما بحط معاه القواعد بيحس انه احنا الاثنين مش انا الريس عليه القواعد والاتفاقات اللي ما بيننا هي اللي هتمشي علينا احنا الاثنين فالموضوع كبير ان انا اشرح ازاي هننفذ ده بس انا بس مجرد بدي فكره تمام شكرا حد عنده اسئله نورتوني والله يعني هو الموضوع كبير جدا ما بيخلصش بس يعني حابب يسال اي سؤال يسال شو دور البيئه اللي عايش فيها الطفل ما هي لها تاثير على الواقع كامل يعني حسب البيئه اللي عايش فيها الطفل الان المحاضره بتعطي في حي خلينا نقول في حي الزمالك غير ما تعطيها بالصعيد كيف بتواجه الان المشكله بين الصعيد مثلا والزمالك؟ هون المشكله فالبيئة لها دور كبير اختلاف البيئة لها دور كبير اختلاف البيئة قصدك كأم في التربية ولا اختلاف لا حسب كل طفل في البيئة هو مختلف كثير جدا عن بيئة ثانية يعني راح في اختلاف كبير بين واحد منتقل من القرية خبول لحي راقد عمان وفي القاهرة يعني احنا عندنا صغار مثلا اولاد السلاف كلهم صغار يطلعوا برا مثلا كلهم يتعاملوا مع بعض كلهم مأثرين على بعض الام بتأثر عليهم بيرجعوا يتربوا مع بعض كلهم متأثرين ببعض كثير من الام ده حلو جدا دي حاجة حلوة قوي دي حلوة ماشي لأن الاحتكاك مع بعض يعني ما هو أنا ابني لو أنا عندي الفكر إن أنا ابني هيتعلم بالتجربة كل ما هيحتك بناس وكل ما هيغلط كل ما هيتعلم فالاحتكاك ده هيبني عنده تجارب ويبني عنده خبره في التعامل مع الناس وفي التفريق ما بين الصح والغلط طول ما انا جنبه وبوجهه بالعكس الاحتكاك انا شايفاه حاجه مفيده جدا ليه على سن صغير يبتدي ينضج يبتدي يفهم الدنيا اكتر عن زي ما حضرتك بتقول الاحياء الراقيه او كده انا ابني طول النهار في البيت معايا ومفيش ما بينزلش يحتك بالناس بيتعرضش للتجربه دي ويشوف ناس مختلفه مع بعض يتعلم اختلاف الافكار يتعلم الاحترام احترام الاختلاف ده يتعلم ازاي افرق ما بين الصح والغلط لانه شايف الغلط قدامه وشايف اثره وانا كأم دوري ان انا دايما اوريه اثر الغلط ده والعواقب بتاعت افعال الناس اللي حوالينا زي ما كانت بتحكي انه عواقب ده ايه لو انت شفتي حاجه في الارض واخدتيها يا ترى ايه اللي هيحصل قدامك؟ تفتكري انت لو حصل معاكي كده هيحصل ايه قدامك؟ من الكلام مع الطفل الكتير علشان اصحح عنده المفاهيم هو ده فعلا اللي بيخلق العلم عنده بيخليه يبص يشوف قدامي يحلل الموقف العواقب بتاعته ايه؟ مش ان انا احبسه دي حاجه حلوه ان هو بيخرج ويحلق معلش يا رشا يعني هم قصهم انه لما يطلع على الحاره او على الحيطه يكتسب سلوكات سلبيه معالجتها صعبه يعني مش سهله زي ايه؟ مثلا يمكن اقوال سيئه ممكن اقوال سيئه تعامل يمكن حد تعامل يعني متنمر ولا شيء بيأثر الألفاظ شوية أسهل من الطفل اللي عايش مثلا مع أبو بتناول مخدرات أو حشيش الآن بيطلع على مجتمع عنصري الآن الوضع أصعب من التربية اللي إحنا بنحكي عنها هو الوضع ما فيش شك إنه هو صعب بس برضه بيرجع تاني لفكرة المساحة والثقة وإعطاء الثقة يعني اسألوا عايدة يعني النشاط ده قوي جدا حتى ايفن التربيه الايجابيه يعني انا بحاول اقدم محاضره لكن انا لما كنت بتكلم مع بابا بديها
على 4 ساعات لان بعمل فيها انشطه كتير. بتقفي في دور الطفل وبتحسي بمشاعر الطفل انت كأم وانت بتتكلمي معاه. هل وانا بتكلم معاك مدياكي المساحه ومدياكي الثقه دي ومدياكي المساحه من الامان بانك تغلطي وانا معاكي ومتقبلاكي وانت حاسه بالانتماء ده؟ هل فعلا هتفكري انك انت لما تقابلي حاجه غلط قدامك وهتحتكي بناس وحتى لو غلطتي وقلتي الفاظ او اتعلمتي تشربي سجاير الا 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 ما هيرجع يرد ليكي؟ لان في علاقه، في علاقه ما بين الام والابن انا بنيتها وبنيت الثقه دي، غير لما انا دايما فوق دماغه وانا بحارب ابني علشان ما يغلطش، بحاربه بالمعنى الحقيقي، بحاربه ان انا باخد حريته منه علشان مش عايزاه يطلع لبره ويحتك ويكتسب سلبيات. وهو كده كده هيطلع كده كده كده، يعني طلع عنده 13، طلع عنده 14، طلع عنده 20، الا ما هيطلع في الاخر. فالسلبيات اللي انا خايفه منها قوي دي هتكون اقوى، هتكون اقوى ومش هيكون عنده التجربه او الخبره اللي اكتسبها وانا مديله مساحه واقفه جنبه زي بالظبط بالظبط زي الطفل الصغير اللي انا شايفاه قدامي هيقع فاقف قدامه واقول له وقعت؟ مش قلت لك تسند على رجليك الاثنين وتمشي؟ مفيش حاجه اسمها كده، ما هو لازم هيقع. فانا كأم برضه لازم ابقى فاهمه انه ابني وهو بيكبر هيحتك بناس بره وهيكتسب سلوكيات غلط، وانه الخطا اللي هيشوفه وهيكتسبه هيعلمه. خاصة ان السلوكيات دي تاثر على ابننا، يعني انه هذا السلوك ياثر عليه يبطل عنده ايجابيه انه يسمع حتى لاهله، يعني يكون عنده سلبيه حتى لاهله انه ليش تنصحوني ما بتسمع مني. يعني يكون عنده الشعور بالامان. ايوه انه مره عنده الشعور بامان واهله لا هم السلبيين، يبطل يسمع لاهله. ليش بنخاف من تعامل اولادنا برا؟ يعني بياثر على افكارهم حتى. برضه ده من ضمن المساحه، ما انا عارفه ان ابني هيخرج بره. احنا بنعطي مساحه بس احيانا التاثير الخارجي اكثر من اللي هم عملته على اهاليهم. حتى لما تنصحيهم انا شايفه ان انا كأم شايفه انه ده غلط. اولوياتك المفروض اهلك، اصحابك ما هيضللوك، انا رايي الصح. هو ما بقاش شايف ده بس انا مصره، نفس فكره الالم، انا مصره ان هو يشوف الحاجه من زاويتي انا واسمع كلامي انا. ده برضه يعني ده برضه انا مش مديه، انا مش مديه مساحه ان هو يشوف الدنيا من زاويته هو، والاولويات بتاعته هتتغير مع الحياه وقيمه هتتغير مع الحياه. اه انا بنصح مش عاجبه دلوقتي بس لما يقع هيرجع لي. طول ما انا سايبه المسافه ما بيني وما بينه قريبه والعلاقه ما بيني وما بينه حلوه وشايفاه بيغلط قدامي لم الا ما هيقع. الغلط بيضايق، الغلط بيعور، الا ما هيقع وهيرجع تاني عايز يردني، او هيقع ويكابر ولا انه يرد يطلع مامته صح لانها طول الوقت بتحبه. ولا ايه رايك يا ابو علي؟ والله بدي ارجع اربيك، بدي ارجع عقبك واحبسك في الاوضه. بس اتشرفت بيكم. لو سمحتي بس انا اتفضل. يعني من الحقيقه اني انا قديش بشعر بالقصور اللي احنا مارسناه من اولادنا، يعني الحمد لله حاولنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا، بس الاستطاعه بعتقد انها هي زي عتبه الالم. عتبه الالم يعني احنا عندنا منخفضه جدا تجاه الاطفال. وانا بقول ان محاضرتك يعني لازم تكون منهاج. ليش منهاج؟ لان احنا العلاقه اللي يعني العلاقه الاساسيه اللي هي بين تربية الطفل بشكل مستقيم وبشكل منهجي هي مش موجودة على الإطلاق عندنا بكل المجتمعات العربية. يعني أنا لا أعني مجتمع معين، أنا من خلال تجربتي اللي مش طويلة في مشروع اسمه مشروع وقاية الشباب من الأمراض المنقولة الجنسية والأيدز، مشروع عالمي بس
ومن خلال حياتي مع الناس. احنا الجزء الكبير جدا اللي ما نركز عليه انه الاجتماع العائلي ولو مره واحده بالاسبوع بالعائله بالكامل. انا اتحدى انه بالعالم العربي كامل يعطوني 100,000 عائله كامله. شو في غلط انه في يوم من الايام بوقت محدد تسمع لاولادك شو الاشياء اللي موجوده عندهم، تناقشهم فيها، تحكوا مع بعضكم، يشعر هو الطفل انه في امان موجود بينه وبين امه، في احترام بينه وبين زوجتي، في احترام توافق بينه وبين هذا. انت شو في عندك؟ انا اذا في عندي معلومه في عندي الم ممكن يكون خلال سيرتي هذا الشاب الصغير، يعني لان التربيه لا تتوقف. التربية منذ قبل الرضاعة وفي الحمل في التربية. صح. إن كنت المرأة الحامل إذا قرأت لها سورة قرآن تأكد إنه هذا الجنين بسمع. بسمع. بنبسط وبكير. صح. فبالتالي راح تستمر، راح تستمر حتى إنه يصير عمره 15-16 سنة. إحنا مش موجود عندنا لأنها الأم والأب غيروا كل مفهوم وجودهم. الأم ما أصبحت هي المربية والأب فقط ما أصبح هو الشريك. هو بيعتبر حاله زي ما حكينا قبل سنوات هو صراف آلي بس بيدفع، وبيفكر إنه لما يدفع ويترك لأولاده هو أعطاهم الأمان. يتأكد أنت الطفل اللي عندك إذا ما طلع ضمن الستاندردز ضمن المقاييس الإنسانية التصرف واحد بصرف كل ثروتك اللي انت اعطيته اياها. فبالتالي انت خسران، خسران على الجهتين، خسران انه انت لم تجد طفلا ولم تجد مالا. الخساره مزدوجه. انا بعتقد فرصه الامهات وتحاولوا تعملوها انه تقنعي زوجك، تقنعي الناس اللي هذا انه خلينا نقعد بالاسبوع مره واحده وفيها فرصه حتى يعني نتفرج على فيلم مع بعض. زي ما بدك، انا ما بعنينيش، المهم اني انا كطفل اشعر اني انا بامان، اشعر اني انا محترم، اشعر اني انا منتمي لهذا البيت، اشعر انني واحد من اجزائه. طبيعي لانه كل طفولتنا ما بشعر، بشعر اني امام اشي بس بده عاقبني، بده يتصيد لي اخطائي. فلذلك مع الاسف مع الاسف المخدرات عم تزداد، الأعمال العدائية العنف عم بيزداد لأنه هو مش واجد أمان، لا واجد أمان بدولة ولا واجد أمان البيت ولا واجد أمان المكان معين. وكل الأطفال اللي عندهم أمان على فكرة هم الأطفال الموهوبين، الأطفال اللي بيقدروا يقدموا للمجتمع شيء. وإحنا مع الأسف أنا بعتقد إنه يعني أنت يعني أنرتي جزء من كلام حضرتك صحيح 100%، لأن التربية الإيجابية من الأدوات في التربية، أداة مهمة جدا في كيان الاجتماع العائلي. لأن التواصل على مدار يعني اجتماع أسبوعي، التواصل بين أفراد الأسرة لما بيشوفوا الأب والأم إزاي بيناقشوا أي مشكلة بتحصل، سواء مشكلة مع الولاد، سواء عايزين نرتب الخروجة هنخرجها مع بعض، سواء عايزين نقعد نتفرج على فيلم فهننقي الفيلم وننقيه على اساس ايه، مين اللي هيختار الفيلم، كل ده النقاشات اللي بتحصل ما بين العيله دي اداه مهمه جدا جدا في التربيه، لان بيحسوا بالتواصل، بيتعلموا المهارات اللي احنا عايزين نتكلم عليها، الاحترام المتبادل، الاستماع للاخر. قوية الروابط الأسرية. صحيح. مش قلة الروابط على المؤاخذة، إنه صار هذا الرجل دائما مكتفي بتليفونه وبدراسته. كل وقته مع التليفون. احنا صحيح بنناديهم يجلسوا معنا ساعة المساء، بس أغلب وقتهم على التليفون. صح. ودراستهم ربنا الله يعني. بس كثير هيك، حتى تلفزيوننا ما بنفتحه. صدفة حتى نفتح تلفزيوننا. وإحنا كأهالي يعني عايزاكم تعملوا حاجه، بس هتقوموا ولا انتوا نايمين؟ لا قوموا وقفوا بقى. قوموا وقفوا. هتعملوا زي ما انا بعمل. وقفوا. حاضر. اه طبعا. بس بسمع كلامك. اه لا ماشي.
هترفعوا ايديكم زي كده لفوق. واقف ارفع. تمام. وهتنزلوا الايد الشمال لتحت. وبالايد اليمين كده بتعملوا دايره. وتحطوا الدايره على دقنكم. على دقنكم. ثاني اه برافو عليك. مين سمع اللي انا قلته؟ سمعنا يعني مين عمل زي ما انا قلت ومين عمل زي ما انا عملت؟ احنا اللي عملنا زينا. ده بيورينا انه التربيه مش انا بقول لابني كفايه تعصب وكفايه تقعد على الموبايل وكفايه مش عارفه ايه وانا نفسي قاعده على الموبايل. لازم ابني يقرا ويبقى مثقف وعمره ما شافني ماسكه كتاب. انا من غير ما اتكلم اذا انا اصلحت من نفسي وانا احترمته هو هيحترمني. من غير ما اتكلم اذا انا اديت اولويه في حياتي للثقافه والقراءه هو هيطلع بالتبعيه كده لانه بيتعلم بالاقتداء وهو شايف ايه مش انا بقول ايه. وصلت؟ يعني هي المشكله الكبيره اللي عم تحكوا فيها المواقع الالكترونيه هذا الان انتوا بجوز بسيط جدا بس بعد الشهرين او بعد 3 شهرات يعني بعد سنوات او بعد سنتين انت هذا الطفل راح تشوفيه منفصل تماما عنك اطلاقا لانه هذا ادمان. بالتالي اهم شيء اللي بيعمل ادمان هو الام والاهل. ما هم هم طول نهارهم على التليفونات وانت طول نهارك على التليفونات ما هو انت كل شيء عم تحكي لك قاعد على التليفونات انت ابعد عن التليفونات حتى هو يبعد. القدوه بعتقد كثير مهمه هاي القضيه تحديدا. طبعا في مشكلة كبيرة جدا ان انا مثلا عموما الموجود في المجتمع ان انا بجبر ابني على عمل معين وبالذات بتأثر في نفسي انا ان بجبر ابني يتعلم علم معين. كيف يعني؟ انا جبت مجموع ابني جنب المجموع لدخل الطب لهم بدون تجارة عارفين انا الجد بصير يفوت في الموضوع بيقنع الولد انه تخش طب. الابن العم برضه بيخش بيقنع الولد انه يصير طب. ما بفكر شو الولد بده. يعني لما احنا نربي اولادنا انه يقول لهم بدهمية ويعملوا بدهمية بصير عنده بقدر انه يقنع الاب اني انا بدي والله اخش تجارة بديش اخش طب. احنا لا دائما نشتغل ضد اولادنا حتى وهم كبار. لان بالتربيه من البدايه ما تربينا احنا نديهم حق انه يقول لهم اياه. يعني مثال بسيط اولادي بدنا نروح مشوار بسالهم فين رايح؟ فين بدكم تروح؟ بغض النظر اني انا شو اللي انا بدي اياه بروح جنبهم وبدهم. لان انا بدي اخذهم عشان افرجيهم هم يتفرجوا لهم اياه مش انا افرجيهم اللي انا بدي اياه. لازم هم يتبسطوا باخذهم مشوار. كان حابين تروح والله المحاضره لازم للاباء وليس للامهات. صح. اصلا هي اصلا الزوجه ما عندهم مش قادره تتخذ قرار بيت يا ابو علي. نعم. يعني معظم الستات مش قادرات تتخذ القرار او بحكي الراي من بيتهم. يعني هي كمان الزوجه معنفه اصلا بالبيت. بالظبط. المدير فوق الموظف تحت. في ايه كمان؟ الاب كمان الاب والعائلة والابن ومين كمان؟ الزوج والزوج الزوج ومين؟ الزوج ومين كمان؟ المدير في المدرسة والطالب والطالب صح ومين؟ مدرسة مدرسة ومين؟ طلاب المديرة والمدرسين كمان؟ اه مدير ومدرسين ومدرسة والطلاب العامل والناس اللي في الشارع اعتبروه كل ادنى. اه الشخص العادي يعني طبقيه الشخص العادي مع العامل. وايه كمان؟ وعلى مستوى دول الحاكم والمحكوم الشعب
علشان الناس اللي فوق دي تمشي كلامها وتسيطر على الناس اللي تحت دي بيعملوا ايه؟ بيعملوا قوانين وبيعملوا ايه كمان؟ قسوة قمع قمع وايه كمان؟ وعنف وايه كمان؟ تسلط تسلط وده الشكل اللي كان موجود زمان اكتر كان موجود بشده خصوصا ما بين الراجل ومراته يعني الراجل كان بيفرض سيطرته على مراته بالشكل ده وبعدين الوضع اتغير بيحصل بقى على مدار السنين ثورات بيرفضوا الوضع ده ان احنا بني ادمين ولينا حق في الاحترام وان احنا نقف جنب بعض تحترمني وبحترمك فالعلاقات ما بقتش زي زمان راسيه ابتدت العلاقات تبقى افقيه بالشكل ده احنا زي بعض كلنا في احترام فالاولاد كنا زمان ما نقدرش نكلم اهالينا بشكل معين ما فيش غير سمع وطاعه لانه كنت بشوف ده الشكل ده ما بين مامتي وبابايا لكن حاليا فعلا ماني فاجا متفاجئ شو بتقول لك متفاجئ لا ليه متفاجئ لكن حاليا لما ابني انا فخور بيها شكرا لما ابني يبقى شايف انه العلاقه ما بيني وما بيننا ما بين جوزي بقت افقيه هو كمان عايز يقف جنبنا انا كمان احترميني انا كمان ليا راي انا كمان في احترام ما بيننا وتعاون هنا المهارات علشان نعرف نتعامل مع بعض مش بنتعامل بالقسوه والعنف نتعامل بايه بقى بالاحترام بالاحترام عشان نعرف نتعامل مع بعض وايه كمان غير الاحترام تحاور والتعاون وايه كمان تبادل الاراء تبادل الاراء والاستماع للاخر كل المهارات دي انا بدي يعني خبرتي بالمدرسه أكثر أطفال كنت أعاني معهم اللي فيه سوء تفاهم ما بين الأم والأب أو في انفصال وهذول كانوا دائما يعني تقدمين من الطريق للأخر أكثر ناس فدائما بقول فعلا إنه التفاهم يعني حتى لو إحنا يعني ما في هالعلاقة بين بس ما يكون في تفاهم لو تمثيل أمام الأطفال إذا أخطأ الطفل وانا حكيت كأم انه الاب يتقبلها ولكن يكون في مناقشه فرديه بينهم مش امام الطفل راح يستغل فعلا الطفل ذكي كان يستغل العلاقه بين الام ويؤدي فيه الى الانحراف يعني اكثر اطفال كنت اعاني معاهم اللي كان في سوء تفاهم بين الام والاب او في صح طبعا لازم يكون في مرونة ولكن العلاقة الرفقية دي لا تعني ابدا بان انا مش هبقى ام وامشي كلامي على ابني يعني لا تعني ابدا ان ابني يتطور عليا واحنا الاثنين في احترام متبادل لكن في اختلاف في المسؤولية انا ام في الاول وفي الاخر وهو ابني في الاول وفي الاخر في خط رفيع ما بين ان انا في احترام متبادل ما بيننا وليك رأي وبسمعه وان هو يتطاول عليا او ان انا ما اقدرش ان انا امشي كلامي او امشي البيت في فرق كبير ما بين الاثنين ومن هنا بيجي برضو في التربية الايجابية حاجة مهمة جدا في التربية اسمها الجمع ما بين الحزم والحنان لا انا ابقى حازمة جدا ومش مدية حرية للاولاد ان هم يعبروا عن رأيهم ولا ابقى مايلة ناحية التساهل بان انا سامحه بكل حاجه وابني يتطور عليه واقول معلش في احترام وما عاقبوش لا ده ولا ده بيتحقق بحاجه اسمها التصحيح في تصحيح للخطا لكن العلاقه تاتي اولا العلاقه قبل التصحيح لازم يبقى في علاقه ما بيني وبين ابني حاسس بالحب انا فاهمه مشاعره انا شايفاك انا متفهمه انت ليه بتاخد القرارات دي ولما بيبقى قادر ان هو يستمع للنصيحه بقعد معاه ونبتدي نتكلم ونتناقش ونشوف مع بعض حلول للمشكله اللي مقابلاني